كابتن، ناس بتحمل رامي ربيعة الهدف، بتحمله كامل هدف لوحده. طبعا يا فاروق، يعني انت يمكن الكابتن احمد اتكلم عليها، لكن انت النهارده سردباك بحجم رامي ربيعه، كان راجل عنده خبرات بيلعب في النادي الاهلي من سنين، يعني لعيب مش منتخب وارد مصر. انه يخطأ. لا بس في الخطا ده احنا ده الف ب كوره، ان انت راجل بتحط كرة الراجل في صدرك، ما تاخدوش في صدرك في ال 18 كده، لازم يعني تاخده في صدرك، لازم اقطع الكوره من بدري، لكن الراجل ياخد الكوره عشان يلف بيا في السكس يارده ويحط في الجول، لا ده عدم تركيز وعدم، مش عايز اقول كلمه يا فاروق. يعني انا اقدر اقول ان احمد ان رامي ربيعه هو سبب التعادل؟ يعني هو مش رامي الاول، الراجل اللي عمل باص ده من على ال 18 او بدايه اللعبه، الديفندر اللي موجود او ايا كان الراجل اللي كان موجود معاه في الباص ده، ده رقم واحد. رقم اثنين رامي ربيعه، رقم ثلاثه الشناوي. لا يا كابتن احمد معلش انا مش عايز اقطعك، بس انا بقول لك ان انت لما بتيجي تعلم، لما بتعلم سردباك او مدافع بتقول له الفرود ما يدف ما يلفش. انا بعلم سردباك بس انا بعلم الاماكن كلها كده، انا قصدي كده. ما هو بدايه الخطا، بدايه الراجل اللي عمل الباص اللي وصلها الرشيد، الراجل ما ضغطش من البدايه هنا. تاني واحده ان رامي ساب الراجل يلف بيه في ال 18 او في ده في السته، مش في ال 18 كمان، يعني صعبه جدا جدا. واي مساك المفروض ما بيروحش بجسمه ويميل كده. لا خلي بالك ده في نقطه محدش خد باله منها، الرميه بتاعت الشناوي غلط يا فاروق، ما ترمتش في اتجاه الكوره. انا قلت ايه؟ يعني انت ما انا بقول لك انا يا دي حاجه. ثالث واحده الشناوي ان هو خد قرارين ورايح برجله، هو يروح مره واحده ويقطع، يا اما يعني ما يروحش بالطريقه دي، لان بس هو خاف كمان عشان ما يعملش ضربه جزاء. هو حاول يا كابتن، لان كانت الكره سريعه برضو واللفه كانت سريعه. هو راح برجله يا كابتن، لو راح بايده وطاير مره، يعني خد قرار مره واحده هيقطع. هو حته التاخير دي الفتره الاخيره عند الشناوي، او الشناوي مش هو في نفس الحاله بتاعته اللي احنا متعودين عليه، لان الشناوي حارس كبير جدا جدا، لكن الفتره الاخيره مش مركز التركيز الكامل بتاعه، عصبيته الفتره الاخيره يمكن عامله له مشكله في حته التوقيتات كمان يا كابتن. جول كهربا برضو لازم برضو ندي حق، يعني ما دام قلنا جول الداخليه، جول كهربا برضو من الاجوال الحلوه الصراحه. جول كهربا السبب معلول السبب فيه معلول، ان التغييرات بتاعتك اللي حصلت، معلول ان ما نزل على ال 18 عملها، حتى لو عملها بشكل مش كويس، لكن قبضت في دماغ او في دماغ عبد الرسول قبل ما يطرد، وبعد كده كهربا عملها يعني الطبيعي ان هو يعملها في البعيده. يعني اي جون هيركز على انه هيعملها في البعيده، لكن كهربا لف جسمه بشكل كويس جدا، حط بطن رجله بشكل كويس جدا جدا. كمان كهربا موفق من بعد ما لعب على طول، وده شيء مهم جدا ان يكون في لعيب مع التوفيق في ظل الظروف، ان الراجل عايز يدي حد فرصه. بص يعني الكهرباء صراحه حتى تعديل البوزيشن بتاعه هو لا وموقفه بالظبط معاك يا كابتن ابو الدهب وراك. يا ما انا بتفرج، انا بتفرج يا فاروق. انا اقول لي ما دي حاجه بتستفزك، انت كنت مدافع واحنا كنا مدافعين، كنا بنكلم لعيب. هل النهارده ولا لعيب من فرقه الداخليه ماسكه حد يا فاروق؟ فانت اكيد الكرة يعني كهربا كان مع كهربا، لا كهربا لعيب كبير فبيستغل الحته دي، بيعرف يجيب جول. بس هو اتحرك عدل موقفه وعمل تحرك اخر نتيجه الكوره. بص ما هو احنا اللي وقف. بص انت السرد باك اللي وقف سابه، يعني راح يستلم الكوره، المفروض السرد باك هنا يطلع معاه ويضغط عليه. هو كان بيغطي عشان